أمريكا. عند مشاهدة الفيلم قد يتبادر للذهن سؤال قد يبدو غريبا للوهلة الأولى، هو السؤال التالي: هل سوبرمان أقوى أم صدام حسين؟ هذا السؤال هو سؤال طفولي بوصف شخصيتي الفيلم الرئيسيتين. هن طفلين بكردستان العراق بتسعينات القرن الماضي. نحن أمام حالة من الدمار والخراب، وحتى هن يتيمين فقدا الأب والأم من جراء الحروب اللي شهدتها العراق. يشاهدان مقطعا صغيرا من فيلم سوبرمان بالتلصص، حتى هذا يقودهما إلى حلم كبير جدا جدا، ألا وهو الذهاب لمقابلة سوبرمان والعيش معه كما لو أنه الوسيلة الوحيدة للخلاص. وأمام هذا الحلم الذي يعني يسعى الطفلان إلى تحويله إلى حقيقة، نشاهد الكثير من تاريخ العراق أو معاناة العراق عبر عيني هذين الطفلين. وهذه هي جمالية الفيلم الأساسية، بمعنى أننا نقدم التاريخي والتوثيقي والجمالي عبر هذين الطفلين، وعبر براءة جميلة جدا تروي الكثير من ما يتناقض مع هذه البراءة. Acabou com a minha mãe, que eu sei agora ele é uma mãe.